السلام عليكم، هاي فيكم فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معكم عن هذا البرنامج اسمه برايفت. رابط البرنامج راح يكون تحت في الوصف. ميزة البرنامج انك تحمل اي شيء مش بس اليوتيوب، تفتح اي موقع من هنا من المتصفح. لو تفتح مثلا جوجل، وتروح مثلا تفتح تويتر، وفي التويتر برضو مثلا فيديو شغالة، لو نضغط هذا الفيديو يجيك على طول تحميل مثل ما تشوفون. وبرضو تقدر تشغل فيديو ويكون زي الفيديو العائم مثل ما تشوفون، تروح تصفح شيء ثاني ويتم الفيديو شغال عندك فوق. طبعا مثل ما شفتوا ضغط تحميل يوم اشتغل فيديو حمل هنا، راح اجي هنا اشوفه. برضو اقدر اسوي حفظات في نفس الفيديو، مثلا اسوي مثلا حفظ للتويتر، ارجع انقل الفيديو نفسه هذا فحفظ التويتر واحطه هنا، راح يكون هنا. وبرضو مثلا اقدر احمل من اليوتيوب، اضغط على اي فيديو موجود مثلا هذا الفيديو، راح يجي لي تنزيل، اضغط تنزيل. برضو نفس الحركة انه راح يكون الفيديو عائم، ارجع اضغط مثلا على فيديو ثاني يجي لي تحميل، حمله مثل ما تشوفون تحت جلس يحمل. بعد ما يخلصون اثنينهم راح يجون لي هنا، سوي رجوع يجون لي هنا موجودين. وبرضو الفيديو مثل ما تشوفون هذا شغال على الحركة ان الفيديو يكون عائم على الصفحة. اقدر مثل ما تشوفون الصوت طالع عندي، اقدر اطلع يتم شغال الفيديو. اقدر مثلا اشغل اي مقطع فيديو واطلع برا، افتح سناب شات مثلا واسجل الصوت على سناب شات، اقدر اسكر الجهاز كذا ويتم الفيديو شغال. طيب بعد ما احمله هنا اقدر برضو في ميزة في نفس البرنامج، مثلا لو برجع معاكم مثلا احمل القرآن، لو اروح مثلا هذا 29 دقيقة اضغط تحميل. بعد ما يخلص المقطع هنا لو برسل المقطع هذا مثلا على الواتساب، ما راح اقدر ارسله الواتساب. ليش؟ لان حجم الفيديو يكون كبير. راح نحاول معاكم الحين نجرب مثلا، طبعا ما عندي واتساب هنا، راح انقل الفيديو. شوف كيف تنقل الفيديو. لو عندك مثلا حافظة تقدر برضو تنقل حافظة كاملة ترسل حق شخص بالاير دروب، او ما برسل بس الفيديو هذا. اضغط هنا، اضغط فتح فيه، اشغل الاير دروب. طبعا الاير دروب مثل ما تعرفون انك تشغله من هنا، تخلي مثلا الجميع، وتشغل الاير دروب برضو في الجهاز الثاني تخلي الجميع. اضغط هنا، اضغط فتح فيه، راح يطلع لي هنا الاير دروب. اضغط هنا راح تشوفون الحين قاعدين نرسل. بعد ما ارسلت المقطع هنا لو بنجرب الحين مثلا لو ارسله مثلا الواتساب، اضغط هنا فتح باستخدام اضغط الواتساب، اختار اي شخص مثلا عبد الله الشطي. لما تشوفون ما راح يرسله كامل لان المقطع طويل، ف اقدر اضغط هنا واحوله الى صوت. تشوفون تحول لصوت، كان حجم الفيديو 84.4 ميجا بايت، تحول الى صوت وصار حجمه 1.4 ميجا بايت. لما تشوفون نقدر نشغله كذا، نقدر مثلا نخليه يعيد نفس الصوت. يعني مثلا لو بتشغل القرآن وتحطيه مراسك اذا جيت تنام، بس يخلص المقطع راح يعيد مرة ثانية. طيب الحين لو بنرسله بالواتساب، نضغط هنا، نضغط open in، برضو نضغط على الواتساب، نضغط هنا مثل ما تشوفون الحين هذا قاعد يرسل. وبرضو الميزة هذه حلو انك تحوله صوت علشان تحافظ على مساحة الذاكرة عندك. مثلا الذاكرة عندي الحين 4.58، فما ابي الفيديو بس ابي الصوت، احذف الفيديو واخلي الصوت عندي. او اقدر برضو اني اسوي حافظة من هنا، ارتب المقاطع عندي كلهم، مثلا اسوي حافظة اسمها قرآن، ارجع انقل اثنين ديلي، او مثلا احول هذا برضو صوت، احذف الفيديو انقلهم اثنينهم في حافظة القرآن، اضغط هنا احطهم موف كذا. الحين مقطعين القرآن صاروا في حفظ. بس طبعا الفيديو متوفر الحين في أبل ستور في وقت عمل الفيديو هذا عندي في القناة. اليوم 1 جانيوري
رابط الفيديو مثل ما قلت لكم تحت في الوصف موجود. الفيديو مثل ما قلت لكم ان اي مقطع فيديو تشغله في البرنامج هذا بس تضغط عليه بما انه يشتغل راح تقدر تحمله. مثل ما تشوفون نحمل اي مقطع كذا راح يحملون هنا، بعد ما يخلصون يجون هنا وبس. هذا الفيديو، ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.